شيراز العتيري وزير الشؤون الثقافية، مرحبا بك في نوات. عايشك، ميرسي بور لانفيتاسيون. اليوم أزمة الكوفيد 19 متواصلة ارتداداتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية زادة، خاصة على العاملين في الحقل الثقافي. كنتوا عملتوا الفون رولانس كولتور اسمه، مساعدة القطاع الثقافي على تجاوز الأزمة هذه ومخلفاتها. شنو تقييمكم اليوم للمراحل الأولى من العمل على الفون رولانس كولتور؟ هو أزمة الكوفيد هي أزمة يولي عمره ما شهد القطاع الثقافي أزمة من نوعية دخلت فما كانت فما توقف نغي توتال الاكتيفيتي كتشغل على كل المستويات، معناتها من مؤسسات الفاعلين في الحقل الثقافي الكل، فنانين متدخلين بصفة عامة. كانت وزارة الثقافة هي أول وزارة الحقيقة اللي عملت عطات اون ريبونس سيكتوريال، معناتها كان رد عاجل وقلنا نعملوا ان فون اللي هو باش يخدم على مراحل على ثلاثة مراحل. كانت المرحلة الأولى باش تكون مرحلة معناتها مساندة للأشخاص، معناتها بيرسون فيزيك، مساندة لتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي، على خاطر نعرفوا احنا هشاشة معناتها هشاشة القطاع، خاصة وقت اللي يتوقف العمل فما أكثر من 700 ايفينمون ما صارش في البيريود هذيك. كانت المنح هذية تعطات منح ظرفية وكانت فيها مشروطة، معناتها فما لجنة مش كما فرد إسبريم تاع وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أعطاتهم بصفة آلية. كانت هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرافقة الشركات اللي هما من قاعة سينما، دور ثقافة خاصة، مسارح. والمرحلة الثالثة هي اللي باش تكون مرحلة الدفع، مرحلة الانتعاش اللي باش نبداو فيها توا، اللي هي باش تكون على برامج، على تجب تكون حتى على إعادة هيكلة نتاع شركة. معناتها احنا عندنا قاعدين نخمو في بليزيوغ فورما، تنجم تكون على برنامج كما تنجم تكون على ستركتوريل، معناتها شركة فرصة ليها. والتقييم اليوم؟ اليوم التقييم فما متى أنا راضية على الحوكمة نتاعو، خاصة معناتها تعمل بحوكمة جديدة بشفافية جديدة. فما عبيد غاضبين وهذا مشروع، على خاطر احنا ما عندناش الإمكانيات باش نعطيو بصفة آلية للفنانين الكل ولا للمؤسسات الكل. مؤسسات يمكن ما مش برشا معناتها، أما بالنسبة للمدخلين كأشخاص ما كناش منعنا. شنو هي المعايير الحاسمه في هذه؟ هي اللي هما عملوا سورت دو سكورينغ. كانت الاولويه مثلا للي هما عندهم عائلات متزوجين عندهم صغار، فما زاد انتسابوا للقطاع، خاطر اذا كان باش ناخذوا كان لا كارت بروفيسيونيل مثلا كوم كريتير، مثلا نعطيك في قطاع الموسيقى عندك 18,000 معناتها اللي هو ما عنديش الامكانيات اللي في الصندوق باش تكون مساعده ظرفيه آليه. لو كان القطاع معناتها كانت راهو لي كريتير كانوا اساسا مشينا على اجتماعيه، معناتها الوضعيات الاجتماعيه، فما عبيد مرضى، فما عبيد زاده في شبه غوتريت ما عندوش جرايه. وعملنا اولويات وخاصه زاد الانتساب ومعناتها وشنو تدخله في القطاع. جي لامبريسيون، سامحني هنا سيدة الوزيرة، جي لامبريسيون اللي البرنامج هذا كان ينجم يكون برنامج بتاع وزارة الشؤون الاجتماعية، بحكمه ما ياخذ بعين الاعتبار معطيات متعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وما ياخذش بعين الاعتبار أو مش من أولوياته الإنتاجية متاع الفنان هذاك، جودتها، مدى اشعاعها، مدى قبولها. كان من قلت كما قلت لك الانتساب كيفاش قيمناه، انتاجاته، اشعاعه، شنو عطاه، خاطر زاد سي اوسي ان فورم دو مش ريكونيسونس، معناتها فما فنانين الكل ما تنجمش تحطهم الكل على نفس المستوى، معناتها دونك فما عبيد عطات لهالقطاع هذا. واليوم فما ازمه، اول واحد مسته ينجم يكون الفنان هذاك. دونك المشكله علاش ما كانش تكون عند وزاره الشؤون الاجتماعيه، وهوني نرجعوا
للبيبان اللي تحلوا بأزمة الكوفيد مو هذول محلولين من قبل ما اليوم ولاو أولويات. مثلاً وزارة الشؤون الاجتماعية اعتمدت الانخراط، معناتها عندك كرني أصفر كرني أبيض، معناتها الانخراط في صندوق ضمان الاجتماعي. اليوم اللي هو الواقع اللي الفنانين متدخلين في القطاع ما همش معناتها نسبة كبيرة برشا منهم ما هيش منخرطة في النظام الصندوق الاجتماعي، وهذا عندي أنا من الأولويات اللي من كرامة الفنان تبدأ اللي هو يجب تكون عنده منظومة تغطية اجتماعية تليق زيادة بقيمة الفنان، خاطر احنا توا المنظومة اللي موجودة وقاعدين نحضروا في مشروع تنقيح قانون لمنظومة نرجع شوية أخرى لكرامة الفنان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن في المقاربة هذه فما طرف آخر مهم جدا في العملية هذه اللي هو المواطن وحقه في الثقافة. كيفاش الإجراءات اللي قمتوا بها والفون غولانس كولتور يسمحوا باش الحق في الثقافة يكون مضمون للمواطن حتى في مرحلة أزمة كما هذه؟ هو اللي لكسي على كولتور في الأزمة هذيك حقه للنفاذ أنت لأي مضمون ثقافي. ديجيتال سناك هو لو فيكتور اللي شفتوا اللي كل شيء ولا اكسليب حتى الانترناسيونال. احنا كنا دعمنا كل المبادرات اللي هي تعطي معناتها تعطي الحق هذايا. ما اون افي با دوتر سوليوشن كو لي مبادرات الرقميه. ديجيتال مهم لكن نحسوا اللي وسائل الاعلام منها وسائل الاعلام فما مشروع اخر اللي هو حقه في المواطن، خاطر سامحني قصيت عليك، خاطر الديجيتال اللي هو الناس كل حكيت والديجيتال ودي وشوف كيفاش لا كولتور سي ليبيري وسي هذاك الديجيتال يا دي كونتوني. ما المشكل اللي في تونس ما عندكش، فما بلايص في البلاد ما فيهمش انترنت. علاش مثلا منجم معناتها فما ماهيش عادله نوعا ما باش تقول خاصه اللي يبداو عندهم انترنت يبدا عندهم بطبيعتهم مدخل معين للمنتوجات الثقافيه، لكن الاخرين معناها يلفيف اون دوبل لا دوبل بين. كانت وقتها عملنا شراكه مع التلفزه الوطنيه في الوطنيه 2 وعملنا مشروع شوف لي فن اللي هو من 9 لنص الليل معناتها ويافين سيليكسيون افلام مسرحيات سبيكتاكل دو ميوزيك اوبرا دانس، وهو الدوبل اوبجيكتيف هوني ندعموا لاكسي على كولتور للي قاعد في دارو اون كونفينمون وما عندوش انترنت وما عندوش اكسي للكونتوني ديجيتال، زاده فرصه زاده للمنتوجات الثقافيه هذيك الكل اللي نحن نخلصوا فيهم معناتها لي دغوات سيت اون كوموند بوبليك، معناتها البرودكتور كي باش يعطي فيلم يخلص على لو دووا دو ديفيوجن. معناتها كانت فرصه هوني ايكونوميك اي سوسيال على فوا، وهذا المشروع باش يتواصل باش ناخذوا بعد توا من 6 لنص الليل، والهدف اللي في 2021 تكون فما قناه ثقافيه. جبت على نرجعوا لموضوع كرامه الفنان اللي هو الحقيقه موضوع مهم برشا ومطروح اليوم الى داكتواليتي. في الإطار هذا فما نقاط مختلفة نجمو نتعرضوا لها. أول حاجة لفترة الكوفيد كانت مرفوقة بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بها فنانين واسمها خلصونا، اللي هي تحكي مع وزارة الثقافة، يا وزارة الثقافة رانا خدمنا لك وتعاملنا معاك وعندنا دي كونترا معاك وأدينا اللي مطلوب منا في إطار لي كونترا هذوما لكن ما خلصناش. وكانت وزارة الثقافة خرجت بيان في صيغته كانوا رساله للفنانين هذوما كنت امضيته انت، وحكيت فيه على ديون تقارب ال 44 مليون دينار من الديون. علاه؟ هو شوف علاش وزاره الثقافه ما تخلصش في الوقت، وعلاش من وزير لوزير ومن موندا لموندا نجموا نلقاو رواحنا بديون بالحجم المهول هذا؟ يعني 44 مليون دينار نحكيو على جزء مهم برشا من ميزانية وزارة الثقافة. صحيح. هو شوفوا مزوز أسئلة
ما همش مربوطين ببعض ما همش فسر لك عليه ال ال لا ريبونس سيانتيفيك علاش عندنا أربعة عندك تعهدات وزارة الثقافة تجاوزت ميزانيتها كي تعمل انت تعهدات اكثر من ميزانيتك دونك التعهدات هذوما باش يتنقلوا للاني دابخي معناتها فما تعهدات في 2009 ما بين 17 و18 و19 كل مرة تاخذ تعهدات اكثر من ميزانيتك نجي وقت باش يولي عندك معناتها امونتون تاع تعهدات اللي هما فاتوا ميزانيتك علاش علاش نجم نقول لك مثلا اللي السنين الاخرى فما تضاعف معناتها كبير في عدد المهرجانات دونك تكثر في المهرجانات معناتها باش تخدم اكثر عبيد باش يدخلوا اكثر فنانين والعبيد هذوك الكل باش يلقاو رواحهم هما يطالبوا بمستحقاتهم خاطرش معناتها المتخلدات هذوما هما في الاخر شنو هما مستحقات ناس ينجم يكون فنان كيما ينجم يكون بريستاتور سيرفيس واحد كري ضو كري لكن خلينا نكون واضحين هل أنه التصرف هذا نعتبروه تصرف محترم لمؤسسات الدولة المفروض أنها تعطي المثل معناه؟ هو ليه مش حتى تصرف دولة هو سيتان شواء أنت يجي واحد يقول أنا رأي اللي كيفش نكثر أكثر في المهرجانات باش يكون فما حركية أخرى تخلق اقتصاد صغير وتغذي فيستيفال باش يكونوا مهرجانات يمكن يحيوا الجهات كل واحد وفلسفته المشكلة متاع الحملة تخلصوني اللي رأى البوان كريسيال بالنسبة لي اللي وين هوني نقول لك وزارة تحترم نفسها ما يزميش يكون علاش الفنين يقعد ما يخلصش pendant des mois et des années فما مشكلة الاعتمادات أما فما مشكلة أخرى اللي هي اليوم فما شكون يمشي يغني ولا يعمل سبيكتاكل ولا يشارك في مسرحية كل ما غير يطلع الركح من غير ما يصح الكونترا فهمت دونك هاكا بالثقة معناتها الدولة ديما تخلص ومن بعد يوفى المهرجان وخاطر المهرجان ماهوش مع الوزارة مصححه معناتها لازم نفسر لك السيركوي زاد دونك هو ما يصححش كونترا ومن بعد بعد شهر نقولوا هيا فين فلوسي نقعدوا نلوجوا يقعدوا هو مع شكون نخدم وبعد اجى وقتها اجى باش تعمل الكونترا ومن بعد الكونترا هذا وين باش يمشي طول السيركوي المشكل نتاع لو سيركوي هو اللي معطل وهو اللي فيه بيروقراطيه معناتها قديمه ويزمها معناتها يزم الحل اول حاجه الساعه اي متدخل اي فنان في العالم اجمع ما تطلعش وما تقبل بروبوزيسيون لا متاع الوزاره لا متاع حتى مؤسسه من مؤسسات الوزاره كان ما الكونترا نتاعك يكون مصحح ويلزم العبيد اللي تتعامل مع وزاره الثقافه من مندوبين من جمعيات يلزم ودايق باش تخرج فيها منشور هذه في المستقبل خاطر فما مهرجانات انه يلزم يخرج منشور يلزم يخرج خاطر المنشور سامحني باش نوضحوا مبدا بسيط وغبي جدا سيدة. هو حكاية غبية ما تطلع عسين كان ما تعرفش قال هي حكاية خاطر هو شو يقول لك تقول بربي انت علاش ما خلصتش علاه ما انا سالت كيف راني جو فولي كومبروندر يقول لك يلزمني تجيني شهاده الانجاز من عند السيد المندوب اللي هو مول المهرجان هذاك اللي هو طلع الفنان الفلاني غنى ايه شهاده الانجاز تقعد 6 شهور باش نبعثوها ولا عام شهاده الانجاز نورمالمون من اللي غدوه من اللي غنى تتصحح تتسكانه تتبعث برميل لاداره الموسيقى مثلا ولا اداره المهرجان اللي باش يخلصوا شو خاطر هما زاد المهرجانات فما مهرجانات تتمولها مؤسسه المهرجانات فما عباد تاخذ تمويل من عند المندوبيات فما عباد تاخذ تمويل على خاطرهم جمعيات من الوزاره فما من مؤسسات اخرى فما مهرجانات على بيدجي مدن الفنون معناتها انا احنا اونامي حمله تخلصونا وانا نشوف الغضب نتاعهم مشروع امين علي ما كنتش نجم نجاوب فيه حتى فهمت المونتاج فينونسيي نتاع تو لي بروغرام تاع التظاهرات الثقافيه اللي هو شويه تنظيم وشويه حوكمه وشويه ريسبيد ديدلاين ودي كونترا تيب وفي كي تحط انت كلوز يصحح لك قبل وتقول له راك ما تخلص كامل تنجز وتجيني شهاده الانجاز اللي شهاده الانجاز اليوم حتى بالسمارت فون تصورها
من تليفونك من تصورها براك ايميل تبعثها للمدير ولا الهيئه الستركتشر زعما ما يقولوش وقتها خاطر زاد نعرفوا اللي في برشا وضعيات يقول لك ابعث فاكس هذه الاله معناها الاثريه معناها والله اجي نقول لك اذا كان الاله الاثريه تبعث الفاكس من غدوه يا خويا خلينا نكملوا بها شويه ما يسالش اما هو في اللي حاجات خاطر راهو ساعات الكريز خاصة وزير جديد وجاء وجمع بعض ندخلوا في كريز كبيرة وبعد ندخلوا في مطلبية متاع استحقاقات ناس معناتها غضب مشروع يخلي حتى كما نقولوا التشخيص الوضع يكون بلوز افيسيون وين وصل التريتمون وصل اللي فما اللي تريتمون راهو خلصنا برشا توا فما وضعيات عالقه نسبه مئويه تقريبا فما وضعيات عالقه اللي هي يلزمها ترخيص استثنائي من وزاره الماليه على خاطر فما تعهدات ما تنجمش تخلصهم على 2020 يلزمهم تاخذ فيهم معناتها اجراءات اداريه واحنا ماشيين معناتها بوغ افاسي توت سيت اردواز لانه فما معناها خاطر في تونس تنسنا بحاجه اللي هي الافلات من العقاب على جميع الاصعده معناها سواء انتهاكات حقوق الانسان معناها والا انتهاكات تخص الماليه العموميه. اليوم نقرا ل 27 مايو اللي فات عندك توا جمعتين كان عندك اجتماع مع محمد عبو وزير الوظيفه العموميه والحكمه الرشيده. هل انه فما تنسيق حول المساله هذه مساله التصرف في الموارد الماليه للوزاره في الاصلاحات الاداريه اللازمه لتلافي الوضعيات هذوما كما ليزارتيس اللي ما يخلصوش هما الاصلاحات الاداريه باش تشمل الوزارات الكل خاطر الحكومه هذه ماشيه في قطع une vraie rupture avec la bureaucratie اللي مش بتخلينا نقدموا بالبلاد ولا ترانسفورماسيون ديجيتال اول حاجه باش تشملها باش تشمل الاداره وفما معناتها une vraie réflexion sur شنو هما الرخص اللي زايده علينا اللي ما عادش يصلحوا لحد شيء كيفاش نجموا ان ان نحسنوا اداء الاداره فيزافي المواطن في لي سيرفيس اللي تعطيهم الاداره بالنسبة لكل ما هو حوكمة وسوء تصرف ولا حسن تصرف فما هيكل رقابية اللي هما توا موجودين في الوزارة أنا زوز هيكل في الوزارة يقوموا بالعملية معناتها هما اللي باش يعطيونا لي رابور دانسبكسيون مع السيد الوزير سي محمد عبو حكينا برشا على الحكاية هذي خاطر كي نقولوا كرامة الفنان تبدا في علاقته التعاقدية مع الوزارة في علاقته مع منظومة التغطية الاجتماعية فلان حكيت لي كونترا حتى الكونترا متاع التشغيل الهش اليوم تعرفوا اللي فما عبيد معتصمين قدام الوزارة منشطين بالحصة اللي عندهم دي كونترا من لي كونترا هذوما دي كونترا دو بريستاسيون سيرفيس اللي ما يشملوش التغطية الاجتماعية اللي هما يقول لك وهو حقهم ما تنجمش انت تشغل في الدستور اول حاجة اللي انت تضمن لأي إنسان متعاقد معه التغطية الاجتماعية وهذه معناتها أنا غني لكوز بوغ المنشطين بالحصة وكيف توا قاعدين نكملوا مع المنشطين هذوما متاع بير البي هو اللي هما في اعتصام حاليا اللي هما في اعتصام قلت هما كان فما نقاش معاهم حوار اكيد فما نقاش اما بالكش هما شباب ويحب في بالهم معناتها لي شوز سوفون تو سويت ويحبوا تسويت وضعيه وانتم تعرفوا اليوم الدوله ما تنجمش الريكروت معناتها انا كي حكيت معاهم قلت لهم اخرجوا شويه من هيك الايماج دو الاب معناتها الدوله هي الماما اللي باش تخدمك وتوكلك على اخ بي فما احنا فما 50 بوست محلول فما مناظره بتصير اما انتم 350 هنا نحن نخدموا على فوند انفستيسمون كولتور وراو تنجموا تكونوا مستثمرين واليوم امبارح هذول خرج زاد المرسوم نتاع مبادره لونتربرونور المبادرة الفردية معناتها فما آليات جديدة اليوم اللي تنجم تكون انت يعني انتربرونور كولتوريل معناتها راهو هكا ولا هكا ماهوش باش يستوعبكم الريكروتمون في الدولة ما تنجمش حكيت على الانتربرونوريا كولتوريل والامكانيات هذيا جديدة المطروحة لكن نعرفوا اللي الانتربرونوريا الاستثمار عموما لازموا مقومات لازموا ظروف باش ينجح اليوم فما عوائق مختلفة
معناتها نتعرضوا لزوز كبار منها، منها مسألة لو فامو ستاتيو دو لارتيست اللي قاعد يحضر في الوزارة عنده توا 5 سنين، واللي حضرت الفيرسيون الأولى عام 2016، وساعات يمشي للمجلس وساعات يرجع، وصارت نقاشات مع المجتمع المدني، وتوا فما سلسلة من اللقاءات التشاورية اللي قاعدة تقوم بها الوزارة مع العاملين في القطاع حول نص القانون هذايا، نص ستاتيو دو لارتيست. النقد كبير برشا. الوزارة حلت استشارات، لكن الوزارة في المندام تاعك انت شيراز العتيري عندهاش رؤية لشنو تنجم تكون الإصلاحات هذو، خاطر حسينكم حليتوا طول الاستشارة مع الفنانين، لكن الدولة وينها معناها في الحكاية هذه؟ الوزارة وينها؟ عندهاش رؤية؟ عندهاش طرق معينة ونقاط معينة ترى اللي وجب إصلاحها؟ هي علاش الوزارة حلت طول؟ معناتها هو كما قلت لك لاكريز هذه كوفيد ورات الفراغ القانوني العميق اللي فما في قطاع الثقافة، منه حكيت لو ستاتيو دو لارتيست وما يضمن له كرامته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. لو انت اليوم كي بتجي تحكي مع مدخلين في القطاع الفنيين وتبدا تحب تحكي لهم على رؤية وفيزيون، هاي نبني وهاي باش نحكيو على اقتصاد ثقافي، باش نحكيو على زاندستري كرياتيف كولتوريل، وباش نحكيو على لا مركزية ثقافية وحوكمة جديدة، يقول لك من فضلك ما تحكيش معايا، انا ما عندي حتى ستاتيو، انت ماكش قادر حتى باش تحميني، ماكش قادر باش تداويني، ماكش قادر باش تخلصني في الاجال. معناتها النقد نتاع الفنان اليوم مشروع، والغضب نتاعو مشروع، حتى وكان هو مشارك شويه في تفخيم هلو كوتي انفورميل في القطاع، على خاطر ما حميش روحه. وزاده معناتها هو يمكن هي جو سي با كومون سي باسي، سي ان كومول زاده نتاع دي ديسيني دو موفيز براتيك. دونك انا بالنسبه لينا ولات اولويه قانون فني، ما عادش ما ماناش مازلنا ماهوش حكايه هاي برا نزيدو نحكيو ونزيدو نحكيو، باش نحكيو ما انتوما تحكيو الساعة. قانون الفنان الفيرسيون هما الاستشارات بداو بدات من وقت مدام سونيا مبارك وتواصلوا، ولا فيرسيون اللي مشات في 2017 للمجلس النواب هذه لا فيرسيون اللي مشات اوفيسيلمون ووصلت للجنة الثقافة والتربية. هذيك لا فيرسيون اللي توا قاعدين باش يصلحوها ويقوموا عليها بتعديلات. الفيرسيون هذيك بعد ما مشيت لمجلس النواب خلقت بوليميك كبيرة في القطاع، وصاروا دوتر كونسيرتاسيون، وتعملت اون دوزيام فيرسيون اللي هي ما مشاتش للبرلمان بصفة رسمية. وبعد صارت على دوزيام فيرسيون اون اوتر بوليميك، وصارت اون تخوزيام فيرسيون كيف كيف ما مشاتش بصفة رسمية. البرلمان راسل الوزارة على مرتين يقول له انتم باش تسحبوها، خاطر فما ترتيب معناتها تسحبها اوفيسيلمون وتحط نسخ. ما تمش إجابة البرلمان. دوك أنا كي جيت البرلمان جديد ولجنة جديدة اللي هما متفاعلين برشا مع وضعية الفنانين، وهما بيدهم يقول لك احنا باش نحطوه من اولوياتنا القانون هذا، يقول لك احنا عندنا النسخه دونك ما تسحبتش لي دون لو بايب. احنا قلنا لهم راهو النسخه هذيا لا تتبناها الوزاره. معناها راي معناتها فما اداره شؤون قانونيه وفما ناس تفكر. وعلاش الفيتو هذايا نتاع الوزاره؟ انا الحقيقه شوف انا مانيش فنانه دونك ما نحبش نعطي رايي، خاطر احنا علاش قلنا من القطاع هذا؟ انت وزير شؤون ثقافيه ماكش فنانه، ما وزير شؤون ثقافيه وباش تعطي مقترح قانون للبرلمان. لا مقترح قانون، اما مش انا باش تحط فيه رايي كشيراز، فهمت؟ طبعا طبعا. اما باش نعطيك شنو هي الحاجه اللي بالنسبه لي ما نجموش نتبنيه، وخاصه فما الباب الخامس، هو الباب فيه ما في روحك زجريه ما تشبهش ما تجيش مع 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 قانون فنان. تحكي هنا على الكارت برو اللي في هذاك الحبس وده شنو معناتها؟ ما يجيش ما ينجمش يكون متلائم، هو سي كونتراديكتوار. وفما حكايه لا كارت بروفيسيونيل اللي فيها جدل، وفيها اللي هي فما جدل، مي فما ان ديبا. مي انا ريت اللي دو توت لي مانيير هذا القانون ما نتبناوهوش، خاطر احنا بالنسبه لنا في برشا حاجات لازم نتعدلوا حتى على المستوى الوردينغ، معناتها فما كلام ما تنجمش تقوله. ماشي انا بالنسبه لي ما تنجمش تقول على فني يجيبوا ولا يخضعوا ولا بون. هذايا نحكي لك معناتها كفلسفه، وكل قلنا قانون هذايا احنا
فما قراءة قلنا هذا ما نتبنوش مش باش نعملو اش باش نعملو حل واضح معناتها سيت اون اورجونس بور لو سيكتور دونك خيرنا نحلو سلسلة من اللقاءات باغ سيكتور خاطر قبل كيفاش كانوا يتقابلوا الكل تو لي سيكتور وانا حضرت مرة دايوغ في مدينة الثقافة عام 2018 يدخل سيغ ان ديبا اي سيتي با كونستركتيف خاطر الموسيقى مش كيف المسرح مش كيف ما السينما مش كيما لاغ بلاستيك فما خصوصيات دونك قلنا نحن باش نخليهم يخموا يعطيونا هما حتى الهيكل الاخرين النقابيه والمجتمع المدني كيف يعطيونا شنو هما مقترحاتهم في الاخر قلنا دو توت المانيير فما قانون مش باش يعجب الناس الكل ما تنجمش تعجب الناس الكل اما باش نوصلوا ان كونسنسوس على خاطر فما واقع تونسي يلزمك تاخذه بعين الاعتبار واقع شنو المشكل تجي عاد تقول لك هاك في فرنسا ما فماش وفي بلجيكا ما فماش ماكش في فرنسا وماكش في بلجيكا واضح فيما يتعلق بنقطه الكارت بروفيسيونيل اللي هي كسوا في قانون الفنان لو ستاتيو دو لارتيست صار عليها برشا حديث والا اون جينيرال انا اليوم هذا سؤال جدي جدا اش تصلح الكارت بروفيسيونيل اش نعملوا بها معناها اش تصلح شوف هي نورمالمون اون كارت بروفيسيونيل كان مش سميها كارت بروفيسيونيل راي مع فلسفتي انا عندي انا جو في لا ديفيرونس انتر باغ اكزومبل اون كارت دارتيست اللي هي تعطيك اكسي مثلا نحن فما توا فنانين عندهم مشكل حتى باش يعملوا فيزا فيزا معناتها اون كارت بروفيسيونيل دارتيست ال بي ات ميم فاسيليتاتريس حتى بوغ حاجات اللي هما ادمينستراتيف وفما لا كارت كي تدون اكسي الحرف عاميتي معناتها اليوم هذاك هو كيفاش تو فا ديفينيغ كال تيب دو كارت خاطر ما تنجمش تكون عندك ساعه واحده برك للناس الكل انا نرى اللي يلزم فما دو تيب دو كارت خاطر فما اليوم ناس تعيش من المهن الفنية إيش معنى مثلاً هو عازف يعزف نجم يكون ما عندهش النوتوريتي مفهومة أما هو يعيش يغني بها في الريستوران في العرس في حفلات ساعات حتى في مهرجانات معناتها اليوم كيفاش باش يكون كيفاش باش تعرفه معناتها مو الناس هذوما يلزمهم يدخلوا في البيزاج كيفاش باش تضمن له حتى حقه اجتماعيا كيفاش باش تدخله في شين دو فالور ايكونوميك هكا ولا لا وفما الفنان لو كرياتور معناتها المبدع اللي عندهم كما قلت انت اشعاع وطني ودولي وعندك اللي سلوي كي برودوي سو كرياتور دونك او فيت يا beaucoup de je veux dire de cas de configuration et les lieux il faut réfléchir très sérieusement comment présenter cette carte فما شكون يقول نحيها هل انه في الاطار هذا صارت الحاجه المسميه بطاقه الفنان المتميز واللي صارت عليها برشا دهشه وبرشا سخريه معناها على المتميزين معناها هذوك احنا هي حتى كما ندخلوش حتى علاش تعملت كيفاش تعملت معناتها انا الحقيقه تفاجئت وقت جيت ومعناتها يظهر لي تفاجئت برشا حاجات تفاجئت ب 44 مليون دينار مش خالصين تفاجئت ببطاقة الفنان تفاجئت بمشروع القانون الفنان اللي راقد تفاجئت بهذا الكل لكن في كلامك حكيت على معضلة الافلات من العقاب معناها عبارة كأن في قطيعة اون ادمينستراسيون صار ما صار اكاهو اون لوغونج ونواصل معناتها فما قلت لك احنا في الوزارة في كيما في معناتها من حق معناتها ديجا باش تنجم انت تفهم اش فما واش ما فماش ومش احنا ما تفهم هيك الرقابة تجي تراقب المالية العمومية نتاعك تفاجأت دون لو سونس اللي كي خرج لو ريزولتا من إدارة الموسيقى الحق أنا ما كنتش في علم معناتها خرجت على الباج تي ان بو سوربريز علاش نقول لك تفاجات خاطر القرار هذاك وحتى الكول اللي تعمل الكل ما وراهش ارضيه قانونيه ما تنجمش تسند بطاقه وانت ما عندكش نص ينظمها
ينجمش يكون بلاغ داخلي ولا ينظم بطاقة اللي هي كي فادوني دي زافونتاج وكل. أون بليس في هو فما قانون فنان قاعد محطوط قاعدين على الأقل عبيد مازالت تحكي هذا الكل يتنظم في إطار قانون فنان، علاش نقوموا نعملوا في بطاقة وش معناتها مميز؟ ما ندخلوا دون سو ديبا وقتها فهمت. فما ناس تقول لك أنا فما شكون جا عارك قال شبيك باسكو ما جي دي أون أغيت معناتها مانيش باش نكملوا فيها الحكايه هذه خاطر باش ندخلوا في حوار حول مشروع قانون فنان اللي هو يهم الفنانين الكل، مش باش نجيو فئه انت مميز ولا انت مش مميز، فما متدخلين نقولوا في القطاع الثقافي والقطاع الفني والسيكتور هو خاطر يتحملوا مسؤوليه هو يعمل لك لا بروجيكسيون ويعمل لك لا فوتوغرافي تاع واقعه، خاطر كان الوزاره باش تجي تقول انا باش نصنف هكا الفنانين يعني بيان سور تنجم تنجم اما احنا انا نحب في علاقه تشاركيه موجود نمن بالكونسيرتاسيون، الكونسيرتاسيون تحل العينين تفيق والكونسيرتاسيون تخليك تمشي في الكونسنسوس والكونسيرتاسيون تخليك زاده حتى تفيق على اغلاط ما تنجم راهو مانيش معصومين من الخطا. دونك بطاقه المميز هذيك بالنسبه ليا طونك ما وراهيش حتى سند قانوني بو موا ما نصححش على حاجه غير قانونيه تو سامبلومون. واضح. باقي كي نحكيو على كرامه الفنان ستاتيو د لارتيست حاجه، لكن فما مساله لي دروا دوتور في تونس اللي هي معضله كبيره حسب تقديري على الاقل اكبر من التقييم نتاعها الحالي. ان ما نجموش في تونس نطبقوا القوانين او الاتفاقيات الدوليه اللي مصحين عليها، عندنا تقريبا على الاقل ثلاثه اتفاقيات دوليه تعنى بحقوق المؤلف مصحة عليها تونس، لكن أنها ترجمها للسياسات والواقع حاجة صعبة برشا، خاطر زادة فما اون شين دو فالور ايكونوميك زادة نلقاها في البلدان الغربية اللي اعتمدتها، وإحنا في دول الجنوب عموما وتونس بالأخص صعيب أن نطبقوا هذاك، لكن فما دي نوسيون أخرين كيما ليسونس جلوبال كيما وين وصلت اليوم الريفليكسيون على الحكايه هذيا؟ خاطر انا لامبريسيون اللي ديما فما حملات تحسيسيه واسابيع تحسيسيه وكلام على حقوق المؤلف، لكن كل شهر رمضان فما فنانين يتشكاو من استغلال لي زوفر نتاعهم لي زوفر ميوزيكال مثلا في المسلسلات، وفما زاد ممثلين مثلا او دي سيناريست يتشكاو من عدد عرض المسلسل والاعادات نتاعو من غير ما هما يكون عندهم حقوق مجاورة. دوك وين وصلنا في الشانتي هذايا؟ هل انه اليوم فما نظره فما اون فيزيون للمساله لي دروا دوتور تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التونسيه اللي انت كنت حكيت عليها بكري وعلى اهميتها؟ هو فريمون سي سي ان بروبليماتيك حاطينها في التوب 10 نتاع الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليهم. مؤسسة حقوق المؤلف في تونس والله الحقيقة يفون ديكسلون بولو، معناتها ديكسلون بولو دون لوسونس افيك الاليات الموجودة وكما قلت خاطر هي مش باش تخدم حد، باش تخدم افيك توت ان ايكوسيستيم اللي لازم هو يكون هو بيدو يحترم حقوق المؤلف. يمكن الحاجة نحكيو سوغ لو بلان فينونسي، اليوم هي تعطي في لي ريتروبيسيون لي دروا دوتور باللي غلوفي اللي عندهم معناتها. اما الحاجة اللي هي أهم حاجة صارت الجمعة هذه بالنسبة لي دروا دوتور هي لا كوبي بريفي. لا كوبي بريفي تعدى المرسوم اللي هي دونك لا ليست نتاع لي برودوي ايتي إيلارجي واللي هو تعرفوا لي 1% دو سيت ريدوفانس تمشي لصندوق التشجيع على الابداع اللي هما سي لي دروا دوتور اللي هما يمولوا لي دروا دوتور في تونس. دونك اليوم ديجا سي هذا سامبا دو غاني معناتها. هل انه قاعد يمشي المونتون هذا؟ شنو؟ المونتون هذا لي 1% هذا تو دروا دوتور قاعده تعطي بيان سور واستوى في جويي باش نبداو في لي دروا فوازان. معناتها باش تكون لا بروميييغ فوا ومشيو يديو يعطيو لي تخوا فازون. فين المشكل؟ هو يلزم معناتها توا حتى كي نحكي معاهم وتعرفوا معناتها فيها كفاءات كبيره مؤسسه يقول لك احنا اون دوا انكور ديفلوبي الاليات اللي عندنا. المشكل اللي مع شنو؟ مع التلفز ومع لي راديو فهمت؟ هل انه مثلا فما تنسيق ما بين لوتي داف والهيكل؟
خاطر الكره ست شروط نتاع الوسائل العليا للسمعين البصري تحتم عليهم انهم يخلصوا. معناتها اليوم منزلنا نمشيو بسياسه الاقناع والحوار وراو سي امبورتون. اما ينجم يجي نهار تولي معناتها ومشاو راهو معناتها قضاء ومؤسسات لو تيداف والهيكا. هل انه توا ليه فما تنسيق من توا في السياسه في المشروع الجديد؟ معناتها نحبوا يكونوا معنا شريك في الحكايه هذيا. الحقيقه مازلت ما قابلتهمش، مازلنا ما عملناش جلسه رسميه. احنا توا قاعدين سورتو نعزوا في الميزانيه اللي باش تعطي حقوق المؤلف، وقاعدين نخدموا على لاديزيون ديجا. في بالك اللي عندنا مشكله نتاع لي زوتور والفنانين التوانسه ماهمش برشا معترفين بها، ما يمشيوش ما يقيدوش. بورتون 5000 راهي ولا نو قد ايه 20 دينار لاني. معناتها اليوم فما فنانين كان حتى قاعدين معناتها معروفين وماهمش قاعدين في الوقت. فما زاد مشكله اخرى انه بعض الفنانين التوانسه اللي عندهم نشاط كبير في انتظار انه لوتيداف توجدت والاجراءات اللي تتبعها والانخراط فيها تتوجد، مشاو قيدوا رواحهم في الساسام. نعم. وفما صعوبه، يقول لك انت مقيد في الساسام، ماكش مقيد عنا. لكن فما مساعي لانه يصير تنسيق باش يولي اوتوماتيكمون الارتيست التونسي اللي مقيد في الساسام قايد زاده في لوتيدا في فيس فيرسا. وين وصل للشيء هذا؟ والله جو با تريبوند، ما عنديش لا ريبونس، مي جو سي كو فما برشا فنانين مقيدين في الساسام ومش مقيدين في لوتيدا. وحتى شيء ما يمنعك راهو باش تقيد في لوتيدا حتى كان انت مقيد في الساسام. فما شكون، شوف نقول لك شنو تحب، نقول لك شنو هو مربط الفرس. سي اون كريز دو كونفيونس. فما مشكلة ثقة. هذا أنا حسيته حتى وقت كنت في السينسي، نحس اللي فما علاقة ثقة مهتزة ما بين الفنانين والمتدخلين في قطاع الثقافة مع وزارة الثقافة ومؤسساتها. اليوم فما يقول لك يا خويا ما حشيش بيك، لا تعطيني دعم ولا تحكي معاه ولا حاجه، اما يحاسبك شنو انت تو دو اتر لورغانيزم ريغولاتور، لازمك تحضر القضيه القانونيه، لازمك تصلح تعمل التشريعات اللازمه باش انا نخدم على روحي، ما تعطيني حتى شيء. دوك اليوم فما شكون حكيت معاه نقول له انت علاش ما مشيتش قايدت في لوتيداف مثلا، فهمت؟ تيقول لك انت بربي حكايه فارغه، انت باش يعطيني؟ معناتها ماهمش مأمنين اللي راهو فما اون فولونتي. كيفاش يمنوا؟ بريفورم باش تعملوا باش يوليوا يمنوا. بروجي سي فغي اون فا فيغ ان بروجي ريفورميست بور دو فغي. ما تنجمش تقول له امن بيا بسيف ولا اعطي فيا ثقه. انا نعرف اللي الثقه معناتها تكتسب. دونك ما نجمش نقول للعباد بربي راني جو سوي تري سانسيغ خذوا. لا، يلزمني نخدم ويلزمني نكون فما ريزولتا ان امباكت كي يراوغ سور لو تيغان، كيف يراوغ فما حاجه دي بروجي بيلوت بالكشي واللي يمنوا. نعرف اللي هذايا سي ان ترافاي دو لونغ الين، اون بو با دوموندي او جون دو كواغ ان بروجي ولا اون فيزيون، اما يفو كواغ مؤسسات على الاقل. معناتها كي تقول راهو لو تيداف حتى تجيكش حتى 3 ملايين في العام، راهو سيت ان بروميي با، هي بيتا قاعده تطور في اليتها، قاعده تلقى مش شويه 3 ملايين في العام. فما شكون ياخذ اكثر راهو اللي مقيد راهو. شوف يسفي تو سامبلومون، انا مش نقول جو سوي تري، انا ما نحبش البيسيميزم في حياتي. نقول عندي قدامي ان تابلو دو بور، في بلايص كحل وبلايص بيض، او موان جو تاب سور لي بورت اللي فيهم حاجه بوزيتيف. معناتها جو كونستروي افيك سي جون لا، اي باراليلمون جو ليز افيرتي كو البلايص الكحول نقول لهم بربي تلهيو بالبلاصه هذيك ولا البلاصه هذيك. علاش قلت لك لا كونسيرتاسيون والتشارك، معناتها اتر دون اون ديناميك بارتيسيباتيف باش تنفع الوزاره. موش راهو برشا ناس يقول لك ليه هذه شنو هي الشعبويه والتشريك وماكم شركتونا قبل وما عملتوا شيء وكل. مانيش توا معناتها ليسبري التشاركي مش في اطار الشعبويه ولا نكسبوا في العباد. ليه؟ باسكو اون بوزوان دان سون دو كلوش دو تيغا. حاجتنا بالوقع نتاع الواقع الثقافي اللي يعيش فيه الفنان والمبدع. ودايوغ حتى برشا ناس قلت لك فما ان كوليغ ونحس فيها وكل شيء،
مي بالنسبه ليا مشروع دونك جونكيس نقول مثالش على خاطر ويزمني ديما نقعد جي في توجور دون سيت لوجيك بارتيسيباتيف على خاطر هذيك هي كيفاش باش نجم تعاود تبني ثقه معناتها انا والاطارات اللي معايا والمؤسسات الكل ما كيتش منيش باش نجمو نبنيو ما نتجمش الوزاره شو كنت معناتها واحد قاعد في القصبه وزير الثقافه ويكتب في سياسه على ورقه ويبعثها للجماعة ويقول لهم طبقوا في الجهات ولا من منش هكا معناتها من منش اللي ستامول انا جو سو سيغ اللي باش نعملوا في مكنيسي مش هو اللي باش يكون لو ميم في بنزرت ولا مش باش يكون لو ميم في مهدية ولا فما خصوصيات جهويه فما ديزيكسبرسيون ارتستيك نوفيل فما طرح ثقافي جديد قانون الفنان افيك توت لا ديفيرسيتي ديزيكسبرسيون كولتوريل اللي عندنا اليوم معناتها يزمتو دي ديبا نتاع 10 سنين كان باش نخليو لو ديبا هذاك علاش يفو ترونشي بوتيتر معناها اي سي سيغ كون فا ترونشي ان جور 10 سنين اخرين باش يخلطونا للبوغيسمون توتال معناها فما اللي احنا ديجا مش بعد عليه فوالا لي اون بليس فما وقت يلزم نعملو ان ستوب اون افونس مي سيش تو نرجعو فما حاجه اسمها تنقيح قانون معناتها فما جيل انا مانيش صغيره ومانيش كبيره نون بلو معناتها جو سوي دون اون جينيراسيون او ميليو اللي فما جيل جديد معناتها وقت اللي معناتها تحررت الكلمه في 2011 ظهر جيل جديد وظهرت تعبيرات ثقافيه وفنيه جديده وظهرت حتى اون نوفيل un nouveau business avec de nouveaux business models avec de nouvelles ambitions ou تخلقت انا نقول لك تخلق اقتصاد جديد اللي هو غايب في التابلو دو بور نتاع الدوله اللي هو قعد اكثر في اطار انفورميل معناتها واليوم يفو سو دير لي شوز قول راه وزاره الثقافه ما دخلناكمش في في هذا الكل معناتها يلزم اليوم تكون وزاره الثقافه نتاع الناس الكل. باهي واضح هنا وزاره الثقافه نتاع الناس الكل، لكن ساعات نحسوا اللي الثقافه سامحني في الكلمه البهيم القصير في البلاد. دون لو سونس او كيما قلت ليفينمونسيال كولتوريل تقطع بحكم ازمه الكوفيد 19. لكن في نفس الوقت اليوم قاعدين نرجعوا بشويه بشويه تحديدا هالنهارين بدايه من 14 جوان. يرجعوا قاعات سينما لي ملتي بليكس يرجعوا 15 جويليا احنا خدمنا برشا مع اللجنه العلميه وخدمنا مع الاي اس اس تي ومشكورين معناتها رافقونا برشا على لي بروتوكول وحتى خاطر هي كانت نيغوسياسيون راهم بالنسبه لهم معناتها لو دونجي اللي نمشيو في ان روبون اكوز تجمعات معناتها من الملت هي شنو المشكله؟ المشكله اللي الانشطه الثقافيه خصوصية خاطر العبيد قراب لبعضها تو بربي باش تمشي لسبكتاكل باش تمشي سبكتاكل دو ميوزيك باش تقول لهم كل واحد يشطح بين بعضهم مترو معناتها حاجات ماهمش معقولة ياسر فهمت دونك كنا في النيغوسياسيون قلت حتى فكرة البهيم القصير على خاطر نلقاو إجراءات كيما هكاك اللي هي معناها خلينا نقولوا كونترينيونت معناها في القطاع الثقافي فيما يخص قاعات العرض لكن بالنسبة مثلا للمراكز التجارية ما فماش حاجات كيما هكا، هل أنه بالنسبة للدولة التونسية اليوم الاستهلاك أهم من نفاذ للثقافة؟ ما نعرفش خاطر هذاك كيفاش نفهمها؟ لا لا هو راهو معناتها حاطين أون بريوريتي لي زارغيومون سيونتيفيك باش نرجعوا القطاع خاطر كانت احنا مهم معناتها القطاع لازم يرجع يخدم بصفة تدريجية خاطر مهم ياسر فما ناس تعيش من القطاع هذايا فما زاد العبيد هذاك المتنفس الوحيد نتاعهم يحب يخرج يحب يتفرج على سبكتاكل على فيلم ما تنجمش كيما قلت معناتها حقي في الثقافة ما تنجمش تنحيهولي كومبليتمون تحب تعطيهولي بالتدرج تعطيهولي افيك دي كونديسيون اوكي ما تنحيهوليش مش نفيو التباين هذايا عارفش نقول لك علاش لا راهو سألتهم الأسئلة الكل أنا هذوما تو بونس راهو أنا في دي غيونيون ودايوغ آخر غيونيون جبت ان échantillon من القطاع الثقافي فنان سال دو سينما اون ايتي بلوس كو 20 باش يحكيو معاهم هما باش يسمعوا لافي من اهل الذكر يقطعوا في سونتر كوميرسيال فما لا موبيليتي مش كيما تبدا تمشي كيما تبدا اسي
بوندون 2 ساعة و 3 ساعة معناتها هذا معطى مهم ياسر. في المهرجانات كيف كيف مهرجانات ما تنجمش ما تقربش الناس لبعضها، علاش؟ دونك كان هذا هو السبب. بالنسبه للمهرجانات احنا اعلنا ناسمين دانيير كان معاهم تفاهم باش تكون 1000 شخص كم معناتها كاباسيتي، اما شنو هما اقترحوا يكون ان زوناج دو 30، معناتها كل جروب نتاع 30 يقعدوا مع بعضهم ويبعدوا على بعضهم يترو، تلقى ان جروب دو 30 على خاطر لو ام اس تقول لك دون لي 30 سا ريست توجور جيرابل. وفما اون ابلي اسمها احمي عملتها وزاره الصحه اللي تحطها حتى بالبلوتوث تخدم، دونك انت فوزيت لوكاليزي دون كل جروب دو 30 لقدر باغ اكزومبل سي كلكان كي تومبي مالاد ظهر مشي للمهرجان هذاك يعرفوا دونك كل جروب دو 30 دونك ils vont dépister avec les groupes les 30 اللي معاه. المشكل اللي الكوفيد هذيا ما تاع ديفيس او تاع دي برشا. علاش الثقافه اليوم خايفين برشا ونحبوا نعملوا لي بروتوكول سانيتير وماشيين. سي فريمون اون ديسيزيون تري كوراجوز اللي باش تحط تجمعات كبيره. تو قلنا 1000 قالك تو ما عادش عنده معنى ال 1000 دونك ils ont compris qu'on va faire les zonages de 30 اما باش تعمل à un moment donné des couloirs de 2 mètres pour faciliter la circulation باش العباد ما تلصقش بعضها في الدخول. المشكله شنو هي؟ المشكله اللي اخر الشهر نورمالمون باش يرجعوا التوانسه اللي في الخارج باش يرجعوا لي توريست، دونك وقتها ما عادش عندها لو ميم كونترول وزاره الصحه كيما كانت مسكره على لي كا اوتوكتون. دونك حتى وكان باش تعمل لي تيست وباش تقعد تتبع العباد تجي تخرج، يقول لك واحد يمرض في 1000 سي اون دوزيام فاغ كو بيتيت كون بورا با كونترولي. انا شخصيا ما جو فو با افواغ سور لا كونسيونس لا مور دان سيتويان ولا حتى اتخ على لوريجين دون كريز سانيتير جديده على خاطر سامحوني بسم الله معناتها سرحنا المهرجانات بدون قيود. مش معقول، معناتها لازمنا نكونوا مسؤولين خاطر اليوم الاولويه هي صحه التوانسه. نقاط متعدده ومختلفه وبرشا منها شائكه برشا منها ما زالت معلقه. لكن اليوم في تونس كان نطلب منك شيراز العتيري وزير الشؤون الثقافيه تقدم لي شنية سياسه ثقافيه نتاع تونس. سياسه ثقافيه؟ اي عندنا منها ساعه. نجم نعطيك هكا كنت تحب معناتها دون لو كا تيرم اكاديميك وجمل وشعارات وكل نجم نعطيك. اما شوف انا تعطيني حاجه بالحق معناها الحقيقه اي تحب نتكلم بكل صدق معناتها انا نامن اللي بيان سور فما سياسه فما فيزيون خاصه في ماشيين وكيفاش وشنو هما الاليات. انا كي تحط كلمه سياسه ثقافيه سياسه ثقافيه ينجم يكون لو تيتر مي على الانتيريور سورتو بوكو دو براغماتيزم. شنو هو لا فيزيون؟ شنو هما لي بروغرام؟ شنو هما الاليات؟ وقتاش وكيفاش؟ السياسه الثقافيه هذه من خلال بعض الكلمات معناها بعض الكلمات. انا بالنسبه لي دي مو كلي نتاع السياسه الثقافيه هذايا ثقه، اعاده بناء ثقه. عندي انا مهم ياسر لا كولتور pour tous et par tous. خاطر قبل ديما نقولوا ان فاد الثقافه لاكسي على كولتور، انا نزيد نقول لك لا كولتور بور توس اي بار توس، معناتها الاعتراف بال لا ديفيرسيتي كولتوريل والتعبيرات الثقافيه. تخوازيام بوان اللامركزيه بمفهومها الواسع، معناتها اليوم كي نحكي على مركزيه من المؤسسات من الريابيليتاسيون وال دو لانفراستركتور نتاع مؤسساتنا الثقافيه اللي هو كسب كبير نتاع الاستقلال، هو اللي عندك في كل نقطه عندك دار ثقافه ولا مكتبه ولا اللي هما اليوم يزوم يلعبوا دور اخر دور اقوى واهم جهويا. وعندنا الثقافه زاد اقتصاد كيف ينجم يخلق ثروه للفنانين والمتدخلين في القطاع وزاد يلزم اون ريفورم معناتها ليجيسلاتيف تليق بالطرح الثقافي، خاطر اليوم عندنا
ثروة كبيرة اللي هي ذكائنا التونسي، فنانين ومبدعين، لو ريزو هذايا الشبكة متاع دور الثقافة، عندنا لا فولونتي، عندك مجتمع مدني واقف على القطاع معناتها وحارس باش ما نخسروش، خاطر سينو باش نخسروا برشا ديزاكي مكاسب عملناها من قبل. فما انديفيرسيتي موجوده والعالم يتفرج علينا ومعترف بها، دونك هذا الكل زاد اعاده هيكله سياسه الدعم. سياسه الدعم قضات على وزاره الثقافه، اليوم وليت وزاره الثقافه معناتها شنو على الاغتباء باش تعطيني دعم، ما تنجمش تفكر معايا، لازم فما زاد نوع من تلعب دورها نتاع لو ريغولاتور، لازم تلعب دورها نتاع المرافق، رافقك علاش يلزمني نعس عليك، رافقك يزي فهمت، رافقك كان مشروعك هو باش يعطي يدخل في لا فالور اجوتي، وفما لا نوسيون دو ميريتوكراسي. هذايا هو انا هذا مقومات سياسه عندي انا، هويه ثقافيه تونسيه اللي هي يلزمها تظهر ديمو من تراثها المادي للمادي للاكسبرسيون لوكال ارتستيك، هذا الكل هو يكون الهويه التونسيه. تنجم تحط لها 10 ديلابيل معناتها وتلقاها، معناتها تلقاها من بنزرت لبن قردين تلقاها. دونك انا عندي هنا هذوما مقومات، كي نحط هذا الكل نجم نحكي لك على سياسه ثقافيه اللي هي بون. المشكله اللي تنجم تقول لي برشا وزير تكلموا فيك، حكيوا على مركزيه وحكيوا على ترشيد الدعم وحكي هذاك، علاش قلت لك ما نحبش ندخل في الكلام الاكاديميك، نحب ندخل في الفعل، نحب ندخل سور دي فري بروغرام. وقت اللي تشوفوني نفعل فما وقع، وقتها تنقول لك هاو هذا، هاو هذايا، راهو هذا بروجي لمركزيه باغ اكزومبل دير باش نقدموه. عندنا مشروع جديد ما باش يتواصل معناتها، اون فا لانونسي لو 17 ان شاء الله، عندنا لا كونفيرونس دو بريس، اسمه بصمات ابداعيه. هذايا سي توت ان بروغرام اللي في بليزيور بروجي، باش نبداو لو 15 جويي في السيزون هذي دون لو كادر دو لا رولونس، و اون فا انفستيغ لي زيسباس كولتوريل في الجمهوريه الكل بريفي اي بوبليك، اي باش يكونوا معناتها من با احنا باش نعطيو المضامين معناتها الكل، باش يكون اولاد الجهه هما من مجتمع مدني من فنانين، وهما باش يقترحوا شنو هو المضامين نتاع الورشات من تكوين من كرياسيون. دونك شكرا شيراز عتيري وزير الشؤون الثقافيه على الوقت اللي خصصتونا على الاجابه على اسئلتنا الكل. نواصلوا نتابعوا لي شونتيي هذوما الكل وبرشا هما فكر. دونك شكرا مرة أخرى على حضورك بحضنا اليوم في نوات. عايشك عايشك، أنا جو سوي غافي، بارك الله فيكم على الاستضافة.